تنزل ترند. انا ماشي نشري حالة الصيران دورك تلحقني يا امي والله حالا. اللهم اجعلني من التوابين. ولي دورك تلحقني لسالم محكوم في الطب. والله حالا. بابا لحق تطلعني انا عندي امتحان وترديت. والله يا متي حالا. فاطمة قالوا انها جات البارح نبغى نقيس سلام برد وسلامها. والله يا والدتي حالا. انتم شاكين في راجلك كيفتم يا غير خالق منه كلاس رايد. نعم كلاس رايد هي الحل. اطلب الآن خدمة النقل الأسرع عن طريق التطبيق أو اتصل بالرقم 1122 وادخل السحب على الجائزة الكبرى سيارتين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. من اكثر المواضيع اللي يعود دائما بشكل جدل هو موضوع الراجل والمراه، المراه ما يلا تعدل والراجل ما يلا يعدل، الراجل يلا يعدل والمراه ما يلا تعدل. يقال هذا هو اللي يعود موضوع حلقتنا اليوم. انا محمد علي وهي حلقه جديده من بودكاست مشاهير. حلقتنا الليلة اللي ضيفنا فيها حاتم. خير حاتم سوا؟ ما شاء الله. شو مواسي؟ الحمد لله. ياك لباس؟ بارك الله. شو مواسي انت؟ الحمد لله ما شاء الله. كل شيء بخير؟ الحمد لله. حاتم ندخل في سر الموضوع ندخل في البرنامج دريكتور. اوكي. اللي نتكلم انا وانت. حاتم علاش اخترت تبدا في المجال؟ بوه ما كنت نبقي اصلا قاعد ادخل فيه باللي بديت فيه اصلا نفس اي حد عنده اس 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 اب وضع عنده التيك توك لان مع الوقت عادت الاخر عاد عند الناس عادوا عاد عندي اسر من الاسر من الموشة اهدت عقب وضعها اني بديك الحين قد انت ندخل بيش قلت انا اوكي بسم الله. ما دخلت انه شغف ولا شيء؟ شغف ابدا ما دخلت انه شغف اللي كان عندي اسر اخر اهم عندي واكثر عندي حسن وحسني ان اجبر فيه الشغف اكثر من ذا وبالام وانا سبب هو اللي خلاني نزيد مولي ذاك الشغف اللي كنت اللي كان اصلا عندي اصلا وخلاني نعتو ياسر من الناس مولي. لو كنت انت مالك حاتم اي رجال ثاني اي طفل ثاني والله اي طفل ثاني علاش تقدر تتابع حاتم؟ ان حسنا انك نحس إن انك صعب عليك تتابعني من اول فيديو لي والله من اول من اشهر انك ياك تقدر تتابعني انا انك لو بدلك من تشوف لي فيديو واحد اثنين ثلاثة بلي تقدر تشوف فيديو في شيء انت زين عندك وتقدر تشوفه عقب واحد واخر في شيء انت ما هو زين عندك بعد دائما كل فيديو ما نعدل فيديو ما جاني واحد وقال لي ده هو اشبه شيء اقطيت قلت يعني الناس الدور ذي اللي زين عندها هي كمان اللي لا انت لا تقول هي ما هو تقعد تتكلم عن موضوع يشوف واحد في راسه يشوف واحد في راسه يقول اوكي انا اللي انت متابع زين لين يرجع بك الزمان تدخل مجال مره اخرى الماسي عادي حتى زين حاتم كما كانت ردة فعل أهلك يعني علموا أنك داخل ذا المجال وذا شيء؟ أنا ردة فعل أهلي ما كانت قبال ضد ذا المجال قبال كان ضد اللي كنت أنا أن أعدل أصلاً في الأبي داية أصلاً
وسناب والإنترنت ما كان عندهم شيء أكبر من قد. كما كانت بدايتك؟ كما كانت بدايتي أنا كنت أصلاً أعدل عليهم ألعاب الخفة أصلاً ولين أجبرت سناب عدت نديرهم أصلاً علي وعدل عدل ماشي 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 يعني عقبت إذا هو أنا زي ونحت. من هو حاتم اللي ما يشوف الناس قدام كاميرا؟ هو أنا ماني حسن فم شو خرطومة توما توما اللي إذا كان اللي نقول في سناب لا هو نفس الكلام اللي نقول أنا على اللي تقول دائما هي وجهة نظرك واللي يشوف الناس قدام كاميرا هو حاتم اللي يشبره في البداية لا نقدر أنا تقد تتقبلني أكثر على أرض الواقع من السناب. شو ماسي علاقتك مع متابعينك الناس اللي ما شاء الله جيدة ممتازة ماني شايف عليه اسم شو ماسي مع لي كومنتر إسك أكثريتهم إيجابي والله سلبي عليك ما خارج حد ما عنده كوما انترات إيجابيات وعندهم اللي شو اللي سلبيات أنا ذا اللي أو مهم عندي نسمع ذا اللي إله نقول كانوا أنت زيان عندك والله ما زيان عندك ذاك ما هو قبال ما عندك توصل صوتك قبال عندي أنا حق بقى توصل صوتك توصل وجهة نظرك حق بقى رضاتك رضات متابع زينة ما رضاته إيه عادي رضات دور لا أتعقب يوم ما أترضى أكون زي متأكد أنا بعد حتى تنزعج من إجبار متابعينك والناس من البدية وذا الشيء شفت حسب شفت هما مشكلتي ياسر من الناس انه جادوا عليهم بما انك من اهل الانترنت وبما انك مؤثر يعطيك تتقبل الكلام الالهي اي قال لك فر انا انسان حد قال لي اشي صالح لا نقول له اشي صالح حد قال لي شيء خاسر لا نقول له شيء خاسر لا حد قال ما هو اخسر قاع منه انت عندك الحق عندك الحق فتقول لي نقول وانا مولي عندي الحق فنجيك ونقول لك مولي ذا اللي انا نبقي نقول نسبة قاع الناس اللي تجيك من قريب وتقول لك كي رواية سلبية ياسر والله جبرت في حياتي رجاش قال لي شي ما هو زين قدامي على ارض الواقع في حياتي ما قدرت راها اللاعب كوما انترات الناس زين شو ما سمع قصة قوم زينة قصة زينة تجبرها في البداية الناس قوم تخيل اني اجبرتها في مطعم شهر ابد جاهوك داخل هكذا ما اكتخني قاعد اجبر حد في أموري تاني ادول واحد قاعد واحد يقول لي قوم 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 معتنا اثرت اثرت يا اخي ايجابية الله سلبية تخيل معي رواية ان الناس نسات اللي كنت انا نقول لك ساعة وذلك تعد نسات وفر عدت لا قوم انا قد نحلف لك على مصحف نسبة 80% من الشباب اللي داخلي ماركة أصلات سبور فرق بهم قوم متأكد منه باللي ما أجبر واحد أما قال لي أنا داخل صل معدل سبور في أنت بون بتقول تبط أنك أنها أثرت إيجابا والله سلبيا أثرت أكثر إلى عاد أثرت سلبيا والله تعالى أعلم ذاك ظالين أكثر إيجابي تحت حاتم قد فكرت في انك تعتزل المجال اللي تفهم منه ماني قد فكرت فيه جديا انك اوكي الى هون كافي قطيت فكرت فيه ليش نصقعت نتحست يقال هذيك الساعه بلي انا تقول لي انا من هو الشخص اللي مستعلي تم يسمع لك لا شيء تم يسمع الدعاء تم يسمع العيب وتم قال انه في وهو لما هو مستفاد منه يقال طبعا ما جبت راسك يقال طبعا ده كان في البدايه إذا كان في البداية لأنه واضح لي أني ده أن هذه الشيعة أن فتحت لي ياسر مشي قلت أني ماتي أغفل على شنو هو منه تتحمل الكلام وذا كامل تتحمل الكلام حتى بلي أنت ما تقد تعدل الرواية دون ما تتحمل الآثار اللي لا يجيك منها عندك اللي تحمله شنو رأيك في الاكتئاب بسبب السوشيال ميديا خالق شفت الاكتئاب انا الروايه تكلمت عنها الاكتئاب يجي من نقص الروايه او معينه ذكيه في حياتك الاكتئاب ما يطيح من اسم ما قديت حتى هكذا قاعدين يجي لي انت قد دخلت في اكتئاب ما قد دخلت فيه الحمد والله ما قد حسيت انك دخلت انا شوف خالق انسان انفقع خالق انسان اكد يقال ان حد يقعد يقول لك انا مصاب بالاكتئاب دائما ما ينبه حاتم ناخذ اول فقراتنا اللي كنا فيها
ندخل فقرة جديدة. الفقرة اللي يدخلها كتير فقرة إشاعات. ترى كل رقاش لين يدخل في المجال تشربت تاخذ اشرب وبمي يبس. ساي ندخل فيها. شنو هي أغرب إشاعة قد سمعها حاتم عن راس؟ أغرب إشاعة قد سمعها حاتم عن راس إنه أبطهون والخيمة باردة. يا هذا أنا ما أعرف جاي منين. ما يحق. أكبر من حق. أول إشاعة عندنا حاتم ما يقد على الأديات. هذه قطعا هي إشاعة غير ما فهم حد قد يعطيك عليها دليل مقنع اني انا ما قد على الاليات. ما قد حد يعطيني دليل مقنع اني انا ما قد على الاليات. كلامك ما قول كلام واحد قلت وانا يخلي اي حد عاقل يقول اني انا عدلت الروايه خلاتك تفهم به اني انا ما قد على الاليات. زين فيديوهاتك التالين اي فيديو زين فيديوهاتك التالين قدام تتكلم على المراه والمرأة كذا المرأة كذا تكلم عنها أفاش علاش دائما حاتم هاجم المرأة؟ شوف أوكي أنا أباجي على التيك توك فيها 513 فيديو عاد نظر 513 فيديو فيهم ديس نتكلم فيهم عن العليات وديس نتكلم فيهم عن الرجالة وست نتكلم فيهم عن الرجالة والعليات في نفس في عود وزاد موضوع مش أتراك بين الرجال وبيناتهم يعني 27 فيديو نتكلم فيهم عن الراجل وعن الأمرأة نتكلم فيهم عن مواضيع واضحة تكلمت عن الصحبة بين الراجل والأمرأة تكلمت عن الراجل اللي يعود متخيم ويمشي يعدل أسرق تكلمت عن الأفعال اللي يعدلهم شي من العليات اللي مخلة بالأخلاق مخلة بال أحياء مخلة بالفطرة بالمقابل ذا اتكلمت عنهم في أشياء زينة وش أكرتهم فيها وتكلمت عن الرجال في أشياء شوين عندهم يعدلوهم يقير تلاحظ أنهم ذوك ما فيهم واحد شعر ودائما الشيء على ذاك اللي فيه ويحسهم أنها ما هي زينة عندهم ودائما الإنسان لين تقول له حقته انفقعته والحاجة أنك تقول لمرأة قومي دخلي الكوزينة قومي دخلي الكوزينة قلتها في فيديو وذا كلام يقوله حد ما شاف الفيديو يوفر أنا قلت لها قومي دخلي الكوزينة ليش؟ تكيس أنا في الفيديو إلين قلت قبال قلت وراه قبال قلت أنا الناس قلت أنا العليات اللي أنا أتكلم أنا عنهم هنا العليات اللي عدلوا أكذا وأكذا وأكذا وشي أبده ذا أسلوب شنو ما ذا شنو ما شنو ما العليات اللي عدلوا كذا وكذا بون في ياسر ما يقد أي قال قدام الناس هنا يقال عادي بسيط اتكلمت عن العليات اللي جاد عليهم إنهم يقدوا يعدلوا أي شيء باسم منهم باسم منهم العليات والعليات ما يقدوا يعدلوا كل شيء آه ما يقدوا يعدلوا كل شيء كيف إيش ما يقدوا يعدلوا ما يقدوا اي عدلوا اكل شيء ما يقدوا تمدوا الرسم يقدوا بعض شي قد الراجل عدل ما قدت المرات عدل شي قد الراجل يعدل ما قدت المرات عدل ياسر شنو ياسر مثلا دورها من ان 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 الناحيه الجسديه من جميع النواحي زين بسيط لا هي انا ابدا من البدايه اي انسان لا بد له من ذرت مبادئ يعود ماشي عليها في الحياة كي فاصل بين الصالح ويفاصل بين الخاسر الأول الوازع الديني الوازع الديني بغض النظر كان الإسلام كان المسيحية كان اليهودية الوازع الثاني الوازع الأخلاقي والمش اجتماعي بغض النظر كانك عايش هون كانك عايش هون كانك عايش هون الوازع الثالث الوازع القانوني أوكي هذا ثلاثة وفي الأغلب دائما الوازع الثاني والوازع الثالث يعودوا أمر تبطين بالوازع الأول لذلك نحن كمسلمين عندنا شيء واضح نعرف أن الراجل والمرأة ما هم واحد الراجل عنده مسؤوليات خاصة به هو والمرأة عندها مسؤوليات خاصة بها هي يقدر الراجل يساعد هي في المسؤوليات اللي عندها هي يقال ما هي فرص تقدر المرأة تساعده في المسؤوليات اللي عنده يا غير ما هي فرص مرأة ما هي مزوجة
والله ما يسر لهم ليون يتزوج. قد تعتمد على راسه والله ما قد تعتمد على راسه. حتى مو انا. قد تعود هي الراجل بالنسبه لراسه والمراه بالنسبه لراسه والله ما ادري. ايه قد تعيش حياتها نورمال بالطريقه اللي تبغي تشتغل ترفد تحصل لفضل تعيش حياتها. هي شوف هي شوف المراه هي المراه تقد تعدل اي شيء. يقين تو هنا هذا اللي قلت انتارك افكار من او افكار النساء النسويه اللي يحاولوا يجون المراه كيس كان اعطيتك سيرسيان سيتياسيان يقين كيس الفكره اللي قلت انتارك جايه من عند النساء النسويات اصلا ان المراه تحانيني انه افيدك كيف تتكلم نقول اوكي جايه من عند ان المراه تقد تعدل اي شيء وتوي جونهم ويقنعوهما انك تمرأ وتقدي اتعدل اي شيء وانت وراجل واحد وتمضي هي الفترة اللي داهي تمضي كانوا عند 18 25 ماشي لفوق هي ماشي وجد عليها ان هي تقدر تعيش حياة زينة لا هي وتوفو حدا ما مع حد به اللي حسب فكرة ان احنا ان الراجل اللي يتعرض للشقاب الراجل هو اللي يكافح في الدنيا وذا إيه. كامل ويحصل وش ما راح حد وش هو اوكي ذي المراه ما يسر لهم ولا انها تجبر الراجل اسكي ذي المراه قد هي تحارب الراسه وتشق طريقها الراسه وتعود ما قطيت في حياتي قعدت وقلت ان المراه يلا تعود واحده فيه الا الدار ولا قاعده بدار وما يلا تو خلاص هذا الشيء انا ما قلت ابدا يا قاد السؤال اللي قلت انت ان المراه تقد هي تعود المراه وهي اللي تعود الراجل ذي هو اللي بلا هي لو تعود معناها باللي المراه هي المراه ياكن عدو واضحين ما شرط عليها كذا تتخيل هي قد يريد لهم لانها ما تخيل قد يريد لهم لانها تخيم عند 90 سنه قد طيب تخيم عند 18 سنه 14 9 سنوات فهمت امراه راد لهم نقول له حقت 35 سنه ما تخيمت ذيك ال 35 سنه يلا تفوتها شنو ايش تعدى ما تعود هي الراجل والمراه الراسه شوف اقلع عنك فكره هذه الراجل هذه ان ساها عنك هو اي انسان يسوى راجل يسوى امراه مو الطالب بانه يقرا بانه اشتغل مطالب انه يكافح ياك يعيش ذا امو الطالب به الناس كامله واذا ما مطالب به يس انا قلت لك الناس كامله قلت لك يسوى الراجل قلت لي الراجل انا قلت لك شوف انا قلت لك اي انسان يسوى راجل يسوى امراه امو طالب بانه يقرا مطالب انه اشتغل مطالب انه يثابر مطالب بدفر اذا هو اللي قلت لك عندي انه واضح زين نروح للموضوع مره اخرى قضاك نقيسه سؤال ثاني من هي المراه الموريتانيه عند حاتم المراه لا بد لها تعود قاريه تعود مثقفه وتعود واعيه معاه وخالد ياسر منشي ينطرح عليه هي ما فرص عليه ينطرح على الراجل اللي ياسر منشي المديور عليه هو وما هو أديور عليها هي دونك امرأة ما هي امرأة في هذا الزمن 2023 امرأة ما هي أقارية امرأة ما هي مثقفة امرأة ما هي واعية امرأة ما تفاصل بين الصالح وتفاصل بين انه هو ولد خاسر دي الله ما هي المرأة الموريتانية دي انسان كامل ما فاتخ ما مو ما هو ان سامع يسوى مرأة يسوى وقدر تخمم هي قام يقول ما راد عليهم لانها تقرا وتتعلم كذا حسب ظروف شوف معينه انسان او مثقف قد يثقف قاعد في الدار انسان واعي قد يقعد يوعى هو قاعد في الدار انا اللي راجل نص صعب. عمري انا اللي راجل اللي ماني عمره نص عمري امضيته كامل ما كنت في الاكل كنت شور المحاضرة جيت المحاضرة لا جيت وعدلت بك يكسا أمالي ما نقعد نقولني ما كنت نقرأ واني ما نقد نعود إنسان ومثقف الله إن إنسان واعي الثقافة هي أبسط شيء يقد حد يقبل حاتم قط تكلمت عن النسوية والعلمانية أسكى عندك النسوية مرتبطة بالعلمانية ولا العلمانية مرتبطة بالنسوية شوف النسوية والعلمانية أفكار واضحة أفكار واضحين وأي شخص مسلم مؤمن بالله يفاصل بيناتهم النسوية أجني فاسد ليبرالي جابوه الحركات السياسية الأهداف شخصية أول حد دعمهم كان نائب رئيس الولايات المتحدة يكسعين قال له نيلسون روكي إيلر هو أول حد دعم
حركة النسوية ليش ليش وكان يقصع كان حاكم أو ولاية نيويورك وكان نائب الرئيس يقصع الدعم ليش بيلي قعد قال أنا عندي نص شعب اللي هما الرجال عندي نص شعب يخلصوني ضرائب ديك الساعة والنص الاخر قاعد اللي هما اللعنيات قاعدين في الدار انا لابدا لي من اجبر حيله ياك نقنعهم هما يوقفوا مولي ويش اتقلوا معهم يا كان نزيد نسبه ارباح الضرائب هذا بطول الحق هو راسه قعد قدام الناس وقال ما المعدل ده بيه ده. يعني ده معدل ما بيهم حب اللعنيات ده معدل اسباب سياسيه بحته ودلال يعني معناته انك مفهوم النسويه ما اعترف به ماني مؤمن به ذي هي الروايه اللي عندهم هما وهم اول ابدا ماشي عليه المساواه بين الرجل والمراه وذا ما يقدر صح الرجل والمراه يقدر يسوا فهم الروايه فهم فرق بين المساواه والعدل اعطيك عليه ابسط مثال انتاركا هو المسؤول عن التقديم هذا البرنامج من رأي كانوا من اللي يقولون انك وتطفل اللي واقف وراها اذا كم ذاك واحد ان اقول لك انت وقف وعود وراكم ونقول له هو عود وانا اذا اسك ما فيني اللي قاعد اشغل ما فيني قاعد اشغل انتم كلكم ما عندك الراجل والمرأة ما فيني اللي قاعد اشغل ثاني اسمع انتم ما فيكم اللي يقد يصيب عن الثاني ولا فيكم واحد همهم اللي من الآخر اللي أكلكم لا بد له من الآخر ما افتطيتني جواب شنو العلاقة بين النسوية والعلمانية كيف ما قلت لك أهداف سياسية بحتة والعلاقة الثانية نزع الروح الدينية من المجتمعات شنو هي المعادلة الصحيحة عند حاتم للزواج الدين الدين جانا وجاب لنا شيء واضح قال إن الشروط الزواج كت عرف عند الناس كامل الأولى لا الضرر ولا الضرار الثانية القدرة العقلية الثالثة القدرة البدنية والرابعة التوافق الاجتماعي احنا في المجتمع اللي فيه خلي قاسم الشيء ما يقد صح مثلا انا كراجل يعود لاهي انشد وحدة لابد لي متعود عندي باش ونعود بولف لا يعود عنديش نعود انسان قاع هي الاولى وياك نشد هي كافيه تعود مرا از وينته قص موضوع ثاني شنو راي حاتم في الطافيلات اللي في السوشيال ميديا كثير عندك انت انهم معيار صالح للطريقه اللي تعود بها المراه الموريتانيه والله بالنسبه شوف والله شوف انا لا نقول لك رايي انا الشخصي هي انا الشخصي وراي شخصي ما فرص عليه يعود حق يعود حق هو حق عندي انا يقال عندهم الاخرين الله تعالى اعلم وعندهم اللي فيهم اللي الحق انا معارض فكره ان واحده تم تصور هي وجهها وتوخذ هكذا يقعد ما عندها يقعد ما عندها موضوع ولا روايه له تتكلم عنها وكونه هو كمثال يحتذى به ما هم بعد أوفر مرأة نقولون إحنا داخل السوشيال ميديا وأمور ذي بيتهم تصلح إحنا تعود زوجة للدار وأمور ذي كيف حسب شوف كيف ما قلت لك إحنا حسب رأيك تقع شخصي حسب رأي شخصي أنا واحدة من أهل سناب والله من أهل الإنترنت مستحيل يعود بيني معاش أنا ذوقي ما نبقي واحدة من أهل الإنترنت وإذا أنا عندي مولي فيهم مولي الحق وهي ذوقها واحد يعدل لا عادي زين مجرد أمس لين أعطيك صورة يقال ما يظهر الكاميرا ولا شيء تخرصوا تعرف هيك أنا كذي قلت وزلت عليه والله بدي وتعطينا رأيك في الصورة أنا رأيي حتى أما زلت حتى علي وش تعني لك الصورة اللي ما تعني لي سب واحد ما تعني لي شيء بس وشنا ما تعني لي شيء ترى واضح ما تعني لي سب بون تقول كي كان قرار شنو ما كان قرار كان مجرد التجربه كانت تجربه خلطت عليه وعادي ما تن زاد عندك انت الاليات تقعدوا تجربه كان انا عيني على هذا الشخص
أنا عيني على هذا الشخص. هذا الشخص كان تجربة. هذا الشخص كان مع أن حاتم كان كونتر إنه مرأة كاملة داخل المجال الرواية. حاتم إذا أبدأ عندي أنا أشي أصلاً عليه. واحدة من أهل ال. وتغير. أبداً ما. وفي الحالة. ما قط تغير ولا هي تغير. وفي الحالة اللي شفت. مستحيل تغير ما قط تغير فيه. الشخص. لمجرد إنسان كان بيني معها. أكله موته ما هو شيء أكبر من قدو إني أنا كنت لا يشدو أبداً. حاتم في واحد من فيديوهاتك قد قلت عن راجل يعطي الدمرة لفضة أنه ما هو راجل. والله قلت أنت كلمة ثانية ما قدو نقوله هذا كتير. قلت أنه ما هو راجل. أليس شوفت راجل يعطي الفضة يسوى لمرأة يسوى راجل. راجل يعطي الفضة هكذا دون مو أقابل ما هو مقابل يضع تشر وشنو هو المقابل اللي عنك تعيش. أوكي بسيط. الراجل وال أمرأة شنو الرواية اللي أثر ربطهم؟ شنو الرواية اللي تقد أثر ربطهم اللي عدوه فرص عليه عادي تم يع يع أطيه إيش؟ زواج؟ إيوه توف توف توف. أنا نتكلم شراكة عمل؟ أنا إيش شراكة عمل شنو هي علاقة الشراكة مني أنا تم أنا أعطيك تلفاضة؟ لا هذا سؤال طاح لك. أنا شوف رجاج مدت تخالف بلد خذت مناسبة معينة وضرواية زين بسيط يعود لاهي أن تكلموا بحسب الكلام اللي قلت أنا قلت راجل يمشي كريدي اللي عليات ما هو راجل ما قلت أنت قلت راجل يعطي الفيديو ذكوة حتى إنه الفيديو عندي تقدر تدخل أنت قلت راجل يعطي الفضل اللي عليات ما هو راجل قلت راجل يمشي كريدي اللي عليات ما هو راجل تقدر تتأكد من الفيديو 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 هذا وفطن قاعد مولي أو واحد قاعد مرة راجل يعطي الفضل راجل يمشي كريدي واحد مولي. الراجل اللي يمشي كريدي اللي عليات ويعطيهم الفضل بس من المرأة ما هو راجل أوكي هذا رأني ما زلت أمي ما فهم أي علاقة ثانية خارج الراجل شو الراجل إطار الزواج الراجل يعطي المرأة أنا مآمن وأنت دت تحت اسم المرأة أنا مآمن بشي واحد نحن هون في ذل مش أنت ما عندي إن المرأة تقدر تجيك تقول لك أعطيني وفرصة عليك أتعطيها بلي شاك هي إنه من المروءة وش وش والشهامة ولين تقول إنك ما أنك عاطيها شيء تقول لك هي أنت ما أنك أنت أنك شو أنت أنت آخر آخر راجل يعطي الفضل للمرأة في إطار ما هو إطار الزواج حرام علاش 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 يعطيها الإشاعة اللي عندنا وإشاعات الأخرام الطافيات ألان حاتم جاي بونتي الواحدة من مشاهير حاتم ما قط جاب بونتي ما هو لخته والله أوائل تأكد متأكد مني متأكد والله قط شفت أخالتي مني لما حد أخر ما قط جبتها بونتي زاقل أنا فاطي وشاري بونتي وجايبها الواحدة بدل والدتي أختي أخالتي متأكد حد تمول ذيك الإشاعة اللي خرجت عالم بيها والله ما أنا عالم بيها أشياء تلقى أختي بلية فيه بونتي فيها آيفون دوس أنا عندي آيفون دوس آيفون دوس أنا عندي آي ساعة كانت عندي آيفون ويت كل ما نشتري الواحدة آيفون دوس وأنا عندي آيفون ويت وين أجيب بلا اللي بونتي أمر بلا مال بيها تقدر تعود مع امرأة مطلقة ذوقي أنا نوب ليش مسألة ذوقته حاتم غيرت المحتوى أكثر من مرة أول شيء كنت تعدل الألعاب الخفة أبري سبور أبري ذلك تتكلم عن المرأة والراجل مواضيع ذي كيفتهم حتى ما وجه ما واضح لك الوجه الوجه واضح حالي حتى علاش تم تغيير المحتوى أنا إذا من تغيير التوافت تكلمت عنه قلت إني أنا شخصيا ماني مآمن بذل اللي قالوا فكرة المحتوى الثابت باشين قال حاتم يعني أي رواية مفكر أنا فيها والله نحس أنا إنها زينة نقبضها ندير أنا رواية نعدل تقد تقول إنه صراع بيني أنا وذاتي أنا فهمت أنا ذلي أخذ ذلي خلاني نفتح أصلاً قاعد باش على التيك توك ما وصلنا إني أقطيت سمعت يك ساعة إنه حد فيه توت يك ساعة إنه كانوا قد يتقلب عليه لو بدأ يعود يتعلم بس حاله قد يتكلم قدام الناس وده هو اللي أخلاني أنا نبقي الكلام قدام الناس وانتم نقول ذاك اللي نبقي أنا أتوف نقوله أوكي حاتم قط تندمت على فيديو عدرته وقلعته
عندك فيديو اللي تقول فيه قوم يدخل كوزينة قلعت من باشا ما قلعت مزارفة مزارفة تكت مزارفة لذلك الفيديو الهدف منه استفزاز نوعية من الناس. في آخر أسئلتنا في هذه الفقرة حاتم داخل علاقة غرامية والله بدي عشان سؤال داخل ايش داخل علاقة غرامية داخل انت يعود بينك شيء مع واحدة وانت مالك جاية لها الشدة بينك معها شيء لاش علاش اوكي لنطق صورة تحت الطاولة خلاص مريت ولك الصورة لكني انا اعرف اوكي يقر لكني اعرف قاسلك يقال لا تلمكي لم تقرأ صورة تلفون اوكي لا تلم تلفون سبحان الله نفس الصورة يقال ذم يقال القصة الحقيقية انتم ما تعرفوا حاتم وفينا هون من فقرة إشاعات ولعل نعودوا كي انفعلت شوي والله نعودوا داران جيناك الله رواية نقدوا السقروك نقدوا السقروك بهدية جاتك عن طريق كلاس رايد من شركة إكسبرس قد أنا فتحت قد تفتح أكبر بس سوا خليه تحت أوكي حاتم انتقلوا لفقرة الأخرى فقرة سريعة مع أودود لأن أعطوك شي من الأفكار المقابعة عن السوشيال ميديا جاوبت مع أودود دون تبرير دون تفسير دون شيء مستعد مستعد إن شاء الله السوشيال ميديا عالم مظلم نعم إذا تجدر وسيلة نعم ما في داعي تكمل السؤال لكن نعم يهمني الجانب المادي من الإعلان دون النظر إلى جودتي بالنسبة لي أنا أبدا لا اللي مخليك كونتيني في السوشيال ميديا هو نقول الشهرة لا شخصيتك في السوشيال ميديا مزيفة لا صداقات في السوشيال ميديا حقيقية وخالية من مصالح لا تعدى الأمور ما يناسبوك يا أكثر ضد المتابعين أبدا 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 لحقت المرحلة بجهدك ولو بفضل أي رجال ثاني أبدا أنت نادم على هذا القرار دخولك السوشيال ميديا لا أبدا مرسي ضارك ندخل في الفقرة الأخرى مستعد مش. فقرة نظرك آراء المتابعين أوكي. حتى تقبل نصيحة الله ما تقبل نصيحة حتى أوكي. ندخل في آراء الناس عنك نقول بوش من الآراء اللي جاونا بو واحدة تقول عنا كارك محتوى كأنه لا الهجوم على المرأة وتوف شو تقول فيها نقول إنها تبان ما كانت أتابعتني ولا قط أتابعتني ولا قطت مولي هاجمت مولي الأمرأة مولي للمرة المليون واحد نقوله واحد يقول عن جورتك قوم انها غيرت تقريبا 50% من حياته انها خلاته يدخل سلبي غير من شكله ذاك صالح واحد تقول دار لك انه هاي المرأة ولا ترى عنده شيء قد يعدله دون الكلام عن المرأة وعاد ليحل بالترند اوكي اسمع انا نعرف ان فم ياسر الناس طاعنها هذا الكلام اللي نقول متاكد منه نعرف عدد طاعنهم انا يقير نعرف مول انه ما عندهم اللي يعدلوا والله لا يقول ما هو الكلام واحد ما يقدر يعدل ما هو الكلام طبعا كان ماني حاسد لهم هما يتموا يقولوا اللي يبقى يقول ما عندي مع مشكلة حاتم قيسوا فقرتنا ما قبل الأخيرة في هذه الفقرة فقرة تقييم المشاهير لنعطوك بعض المشاهير موريتان وتقيمهم من 10 وتعطيهم نصيحة على الصعيد الشخصي والله على الصعيد السوشيال ميديا بشكل عام أقيم محتواهم نقيمهم على أساسها محتواهم اللي يقدموه في السوشيال ميديا أو تقد خلينا نقول هذه أقطع شوي نبقي الناس يفهموا من خالق ذا اللي قالوا صانع المحتوى خالق ذا اللي قالوا المؤثر صانع المحتوى تنقال لأي شخص يقدم مواضيع متعددة محتوى معين وبطريقة متتالية يسوى مكتوبة يسوى مرئية يسوى أمس أموع هو اللي قالوا صانع المحتوى بغض النظر كان ذا اللي أقدم زين والله ما هو زين واسمه ذا الاسم وخالق المؤثر متى تنقل حد كامل شايع عنده عدد معين من المشاهدين ويشارك معهم حياته اليومية دونك أنا نشوف أنه من غير العدل أنك تعطيني حد ما عنده محتوى توا تقول لي ان نقيمه على اساس حاليا نود نوضح لك اكثر وايه فهمت نحن ما تكلمنا عن صناع المحتوى نحن قلنا تقيم محتواهم المحتوى ما تعرف شنو روايه
اللي تقدم النقر بدل هذا الكاس تقول محتوى شنو محتوى اللي فهمت الامور البيت زاد يقول لك محتوى شنو معناته اللي يقدم هو في السوشيال ميديا بشكل عام ما شرط عند الروايه فيكس هي اللي عدل فهمت اوكي نمشوا لا اله الا الله نبدا عندنا ادم مولود تقييمك تقييم له 5 من 10 نصيحه نصيحه له اني بو نصحك على باش نصيحه شخصيه ولا نصيحه ماني حاسس في الروايه عنده فيها نقص كان قد نصح فيها يكون يعود واضح اوكي ادم عود واضح ماما المصطفى ما عنده محتوى ما عنده محتوى تقييمه كده زورة من 10 والله قاع بوم ما فهم قاع أتقييم قاع بيلي نصيحة ما عندش تعدل نصيحة أن تحاول تتحسن من راسه وتخلي عن ياسر من الأشياء اللي ما لا داعي وتحاول تعود إنسان أوضح وأشبه okay. وأعقل و أعقل أوكي شيري مد ما عنده محتوى تقييمه كده أنا أعطيها دي نصيحة نصيحة أنها تحاول تقدم شيء شبه وعات ما هي قد تقدم ششبه تحاول تقدم ششبه أوكي عبدو بيا خير عبدو بيا ذا اللي عبد زين محتوى أتر فيه وزين واضح إنه أما تعب فيه مولي أوكي تقييمك ست من نصيحة نصيحة إنه ذا اللي عبد زين يتم توف أشيبي تيس فاتيس لا أظنها إنسان يستحق التقييم قاع ما نقدر أن أقيمها قاع بلي اللي تقول اللي تحدد عبارة عن ذا يافي ما فهمش قبالها هي أقيم قبل نصيحة تعود إنسان واضح وإنسان على طبيعته ويخلي عنه البحث عن المصالح عند الناس الأخرى وأن تعود واضحة مولي فهمت وانا تحاول توحل في شيء منتج اخر رجاج عندنا مناقنا لا ما نقيمها ابدا لا اظن نصيحة لا اراها شخصا تستحق التقي حاتم قص اخر فقرة عندنا في البرنامج اخر فقرة فقرة الظرف لا ينطق ظرف اللي فيه اللي تشوفه اللي انت ولا انت ولا تعرفه خلاص تختار تتكلم عن اللي فيه تكلم فيه ما تختارها لين اعطوك معاه روايه ثانيه ما تقدر تتكلم في هذا لين اعطوك تحدي تعدل شنو ذاك صمه هو شرق يا ولي واضح هذا شخص انوي الزواج منه ان شاء الله تعالى حاتم يتخلى بالزواج حتى مالي اتخلى مستعد للزواج مستعد نفسيا غير ماديا ما فتحت مستعد والشخص اللي في الظرف قالت انه هو الشخص اللي طبعا الامور اللي كنت تتكلم فيه مع الاليات وذا كامل توفر في ذاك الشخص حقبة. مستعد حتى لا تعد انتم الهي ادعموني اوكي هذا كان يطلب ياسر من جراء الحقيقة كان يطلب ياسر من الجراء وانت ما كان يعطيك امور لديك الشخص ما علم بها رجاج ولا شيء سوشيال مزال في البنتين اوكي واضح وهذا هو اكبر الدليل على اني انا ماني شخص ما يقد على الدعليات انا حد اني شخص يقول توف الحق والحق ياسر الناس ما يقار هذه اللي تردنا النقطة تكلمنا عنها سولناك في نص البرنامج كانك بعلاقة غرامية وقلت لنا حرام أنا شو أول شيء أنا سولت لك كاني في علاقة غرامية قلت لك نو بلي حسب تعرفنا نحن اللي هو إنه شخص راه ونجاب معه وبين معه ياسر أمن شيء وأنا هذا شخص ما نجاب معه ولا راه يعني أنا شخص واضح ونعرف أن حد يدور شيء واضح يلا يعدل شيء واضح حد أنا جيت ندور شيء صالح والفوق قدام الناس لو أني جاي ندور الشوق أنا عود جيت بتحت ومشيت لكن مشي لتعدل أغلبية الشباب هون نعرف أن بمشي حرام وبم أشي حلال على الأقل بعض اللي يعدل ياسر منه أنا ما يعدل مرسي
مرسي على وقتك، مرسي على وجودك في البودكاست، وجودك في وجودك في حياتي، أنا أعرف يا خير وجودك في البودكاست. شو ماسي عندك البودكاست؟ البودكاست زين زين زين، حتى ويخلي الناس تقول ياسم شي كانت تبقى تقول وقال ما كانت إجابة رالو أو وسيلة. ونصيحة مني أنا أن أعطيها لحد كامل يبقي يدخل إلى المجال يحاول يبعد عن أهل السوشيال ميديا فر. بشكل عام ابني راسك ومشي وحدك، لا توقف مع أحد من اللي ما في محد أن يبقيك. أوكي لبعض الحق حاتم، بما أن لحقنا نهاية البرنامج طبعا هدايا بودكاست مشاهد ما يوفو، هذه لوحة معدلة لك من عند حد واحد من الشباب قالوا شكرا والله الحسن حسين زين إن شاء الله قدم لك هذه الهدية. كان قد يعدل، كان قد نعتل كاميرتك، نعتل كاميرا، كان قد اخو يعدل فمي خي شوي ما هو يابس شوي غير كذا. اوكي ما بم السؤال اخر وين تتخيل. مشاهدينا الكرام، هنا تعودوا فات حلقتنا الليلة مع حاتم، نجبركم ان شاء الله في حلقة اخرى. السلام عليكم.